المستقلون يرتدون إلى الحياد، والخوف من إضاعة فرصة تشكيل حكومة، ويراهنون على توافق الإطار والتيار. إحباط أكبر عملية تهريب، إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة قادمة من فدجريشن المسيطر عليه من القوات الأمريكية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. وتؤكد الأوساط السياسية أن المستقلين لا يستطيعون تشكيل حكومة بدون التوافق بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، فيما تبين أن تشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء من قبل النواب المستقلين بدون توافق قطبي العملية السياسية أمر لا يمكن الحدوث وأشبه بالمستحيل خلال الفترة الحالية. وطرح الإطار التنسيقي مبادرة لحل الانسداد تكونت من 9 نقاط ومرفقة ب9 التزامات، وتضمنت دورا محوريا للمستقلين في تسمية رئيس الحكومة بشرط أن يكون ضمن إطار المكون الشيعي. أما على الصعيد أو صعيد المخاوف من انتشار خطر المخدرات في المجتمع، فإن الحديث هنا يدور حول ما خلفه الاحتلال الأمريكي البغيض من مثل هكذا جرائم دخيلة على المجتمع تتعلق بالتعاطي والمتاجرة للمواد المخدرة من بعض الشباب، خصوصا أن الاحتلال ترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها سواء في المنافذ البرية أو البحرية، وهذا ما حصل اليوم في منفذ جريشان الرابط بين العراق والكويت والذي تسيطر القوات الأمريكية عليه، حيث يأتي ذلك وفق مخطط للإدارة الأمريكية بمحاولة يراد منها نشر ظاهرة تعاطي المخدرات لتهديم القيم الاجتماعية التي يحافظ عليها المجتمع بعدما جعلت من المنافذ العراقية ممرا إقليميا ودوليا للمواد المخدرة، والتي ألحقت ضررا كبيرا للبعض ممن صار يتعاطى تلك المواد. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذه الليلة نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، وبعد أن انتصفت العملية السياسية وعاشت مرحلة المراوحة بسبب عدم الاتفاق بين الكتل السياسية على خارطة المرحلة المقبلة، جدد النواب المستقلون دعواتهم بأن حل هذه الأزمة يكمن في الالتقاء عند النقاط المشتركة بغية التعجيل في تسمية رؤساء السلطة التنفيذية. المزيد مع الزميل علي حبيب. بخلاف الاتفاق بين الإطار والتيار لا يمكن المضي بتشكيل الحكومة، هكذا يرهن النواب المستقلون عملية استكمال الاستحقاقات الدستورية صراحة. فتصلب مواقف اللاعبين الكبار أصاب العملية السياسية بالسكون، ولم تنجح مبادرات حل الانجماد حتى الآن بعد أن ضعفت قنوات التواصل بين الفواعل السياسية وخيم الانسداد على المشهد برمته. إذا جئت بعنوان الاستقلال لن يستطيع أي شخص فرض الإرادة، لأن المستقل لا يمتلك المال، لا يمتلك الإعلام، لا يمتلك السطوة، سيبقى مجرد عنوان لا أكثر ولا أقل. لكن على مستوى تغيير القناعات والإرادات في العملية السياسية فأعتقد أن المستقلين غير قادرين. ومع أن النواب المستقلين أمام لحظات فارقة ينتظر منهم موقف ثابت، إلا أن حجم الدور الذي يطلعون به متعلق بمدى التفاهمات بين القوى الرئيسة، فالفرصة النادرة التي حظي بها أصحاب الوسطية والاعتدال من أعضاء المجلس النيابي بقيت معلقة حتى تنفك شفرات التعنت السياسي الحاصل والتباين في الموقف، والتي جعلت مهمتهم أكثر صعوبة. هذا تعكس، إذ لم يستطيعوا أو يتمكنوا من تشكيل حكومة فإن بإمكانهم إكمال النصاب وبإمكانهم الالتقاء بالآخرين على المشروع الوطني العراقي، وبالتالي الخروج بحكومة ممكن أن تنقذ البلد من أخطائه السابقة.
ومع هذا الرهان الذي يبدو أقرب المخارج الهادئة بعد ثبات القوى السياسية على مواقفها، توجب الضرورة والمصلحة العليا على الأطراف التي تصر على ذات المتبنيات أن تفكر خارج الصندوق، خاصة مع تزايد التحذيرات من الذهاب نحو المجهول في ظل موقف يتحدث عن التضاريس الوعرة. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الأول من الحصاد نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور إبراهيم السراجة. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. وكذلك الترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد محمود خوشنا. أهلا بكم سيد محمود. وأيضا الترحيب بالباحث بالشأن العراقي السيد أحمد الياسري، انضمنا مباشرة عبر سكايب من أستراليا. أهلا بك سيد أحمد. أبدأ معكم بداية دكتور، بعد مبادرات سياسية لمنح المستقلين الفرص لتشكيل حكومة أو تشكيل كتلة قادرة على تشكيل حكومة، لكن ماذا لو لم يفلح المستقلون من النواب الجدد من حل هذه الأزمة، أزمة الانسداد السياسي، وأتيحت الفرصة لهم سابقا لم تأتي أي بادرة منهم أو أمل لحلها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وللصديق العزيز سيد محمود خشناو وللأخ العزيز الياسري ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد المستقلون لحالهم أو لوحدهم لا يستطيعون يفعلوا شيئا، هذا شيء مؤكد، لكن كوجود قوة مستقلة تستطيع أن تطرح برنامج بعيد عن يعني التوجهات التي الآن تكاد تكون مرفوضة في الشارع العراقي، وهي أنه القوى السياسية التي يمكن من خلالها أن تلعب على الوتر السياسي، على أن المستقلون هم الذين يمكن أن يكونوا بشكل واضح في مسار العملية السياسية. خلينا نتكلم بشكل صريح أكثر. نعم. اليوم المستقلين عندما جاءوا بمبادرة، هذه المبادرة جاءت نتيجة لاتفاق التيار والإطار بشكل منفرد على أن الدور سيكون للمستقلين، والسيد الصدر أعطى مجال للمستقلين 40 يوما على أن يلتحقوا بالتيار، والإطار قبل التيار أعلن على أن المستقلون يستطيعون أن يقدموا رئيس وزراء، مرشح رئيس وزراء بمواصفات الاتفاق، وأن يكون هذا الرئيس الوزراء هو المسؤول أمام القوى السياسية في تشكيل الحكومة. هذا المجال فسح المجال للمستقلين أن يتفقوا على مبادئ. ليش ما استثمروا هذا المجال لفسح؟ بسبب واحد بسيط، لأنه المستقلين في نفس الوقت كان في وضع ليس بقوة واحدة أو بتكتل واحد يستطيعون أن يوجهوا التوجه الصحيح. هناك قوة ناشئة كانت تحسب نفسها على المستقلين كامتداد وجيل الجديد وأيضا تصميم وأيضا إشراقة قانون. هؤلاء يعني كيانات ناشئة، لكن هؤلاء أيضا كان لهم دور في أن يكون لهم مجال أن يطرحوا أفكارهم على المستقلين اللي هم تجمعوا بحدوث 42. طبعا تدري الواقع السياسي اللي حدث على أن المستقلين واجهوا معضلة كبيرة، معضلة أنه حسبوا على أساس كل جماعة محسوبة على طرف آخر، يعني بمعنى المستقل الحقيقي مع الأسف الشديد وجهت ضغوطات على أن قسم منهم محسوبون على الإطار وقسم منهم محسوبون على التيار وهكذا. وتغريدة السيد الصدر
غلقت الأبواب بشكل كامل الأخيرة عندما قال المستقلون خذلونا أو خذلوا التيار. هذا كان واضح، وأنا سمعت تصريح لأحد الأعضاء التيار الصدري يقول بأن المستقلون قدموا مبادرة هي ورقة مقدمة من قبل الإطار، فهم محسوبون على الإطار. فإذا هذه المساجلات طبعا خفت خففت من قوة وزخم المستقلين في طرح مبادرتهم. طيب رحب بك مرة أخرى سيد محمود، بداية أين وصلت مفاوضاتكم مع الديمقراطي الكردستاني؟ هل من انفراجة بين الطرفين الكرديين؟ تحية لك والأستاذنا أستاذ الدكتور عدنان السراج والأستاذ أحمد الياسر ومشاهديكم. يعني صراحة لا أخفي عليكم بأن حتى الخلاف الكردي لربما مرتبط بالخلاف الشيعي الشيعي والسني السني على كيفية حكم الدولة في المرحلة المقبلة. نحن القوى السياسية الكردستانية يعني بالتحديد الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بينهم خلافات واختلافات بما يتعلق بملفين، ملف يتعلق بإقليم كردستان وملف الآخر في المسار الاتحادي. لا ننسى بأن هناك أيضا بعض الخلافات الأخرى الجانبية مع القوى السياسية الكردستانية الأخرى التي ممثلة في برلمان الإقليم وأيضا في مجلس النواب العراقي. على العموم خلال أقل من أسبوع كان هناك 3 اجتماعات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، أحدهما كان برعاية الرئيس الإقليم السيد نشيرفان بارزاني. ولكن يجب أن نذكر عبر هذا المنبر بأن تحريك المياه الراكدة ربما كان بثلاثي السيد الرئيس فائق رئيس برلمان الإقليم والسيد نشيرفان بارزاني باعتباره رئيس إقليم كردستان وأيضا السيد قباط طالباني باعتباره نائب رئيس مجلس الوزراء. هذا الثلاثي حاول أن يحرك المياه الراكدة. تعلم كانت هناك قطيعة بين الاتحاد والديمقراطي، دامت هذه القطيعة ما يقارب 5 أشهر وبالتحديد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي. لذلك نحن نعتقد بأن فقط يعني البدء بالحوار هو مكتسب في العملية السياسية وبالتحديد من القوى السياسية الكردية، الذي نرى بأنه في ظل الحوار الجاد بين الطرفين والحراك السياسي الموجود في إقليم كردستان على كما أسلفت على مستوى إقليم كردستان وأيضا على مستوى المسار الاتحادي بما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية هنا في بغداد، انتخاب رئيس الجمهورية، تكليف شخصية رئيس مجلس الوزراء، تمرير الحكومة. وأيضا الأهم من ذلك كل هذه النقاط يعني في حال تم التوافق ما بين الاتحاد والديمقراطي، وهذا كما يبدو يتمناه الجميع، هل ترجحون الذهاب إلى التحالف الثلاثي؟ لا أعتقد. يعني تباحث الكردي لا يدل على أن بأن الاتحاد سيذهب إلى التحالف الثلاثي أو الحزب الديمقراطي الكردستاني يأتي إلى الثلث الضامن. نحن أيضا لا نريد أن نفكك التحالف الثلاثي أو يتفكك الثلث الضامن. كلا التحالفين نحاول أن نذهب إلى ولادة تحالف آخر، تحالف ثالث أو اصطفاف ثالث، حتى نتمكن أن ننفذ النصوص الدستورية. تتعلم بأن التحالف الثلاثي لم يستطع أن يحقق النصوص الدستورية لأنه لم يتمكن أن يستوفي الشروط قرار المحكمة الاتحادية بثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي لانتخاب الرئيس. إذن في ظل هذه المعطيات النيابية الموجودة علينا أن نذهب إلى ولادة اصطفاف ثالث. لذلك الحوار الكردي إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بإقليم كردستان هي إشارة إيجابية للذهاب على المستوى الاتحادي الذي ندعو به. يعني كنا كاتحاد وطني منذ اللحظة الأولى، قالها الرئيس بافل طالباني وقالها الرئيس برهم صالح، بأن تباحث الإطار والتيار والذهاب الإطار والتيار إلى يعني تسوية الخلافات السياسية والذهاب إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، بما أن المكون السياسي الشيعي أو الاجتماعي الشيعي ممثل من قبل المكون السياسي الشيعي. لذلك نحن وفق التوازنات السياسية، إذا تسمح لي بأقل من دقيقة، يعني الخارطة الاجتماعية للدولة العراقية نتج عنها توازنات سياسية. إذا عدنا إلى المرحلة السابقة بين 58 إلى 2003 بما يسمى بالجمهوريات الدموية، هي نتيجة ضرب أو عدم الأخذ بالنظر لاعتبار الخارطة الاجتماعية للدولة العراقية. لذلك عندما كتبنا الدستور في 2005 صراحة أخذنا بالنظر لاعتبار الخارطة الاجتماعية. الآن المشكلة الحقيقية هي العودة إلى ضرب الخارطة الاجتماعية للدولة العراقية التي نتج عنها التوازنات السياسية. لذلك منظور الاتحاد في الحوار الكردي هو الأخذ بالتوازنات السياسية وأيضا دعوة للقوى السياسية الأخرى كالتيار والإطار وعزم وسيادة أن يذهبا إلى حوارات. أضف إلى ذلك بأن النواب المستقلون والحركات الناشئة يجب أن يؤخذ بآرائهم، يعزز مواقفهم، يثمن دورهم في العملية الانتخابية بالترشح والانتخاب. طيب نجدد الترحيب بالسيدة أحمد الياسر. أهلا بك سيد أحمد مرة أخرى. وهناك كما يبدو سيد أحمد إرادة لإعادة الانتخابات، لكن برأيك هل تنجح حل البرلمان وإعادة الانتخابات وما تداعيات هذا السيناريو؟ تحية لحضرتك وتحية لضيفك الكريمين.
كل الاحتمالات مطروحه يعني ممكن ان يحصل هذا السبب ولا لا نستغرب على شويه مشكله بالصوت. لذلك مجمل ما طرحه الزملاء لم اسمعه حقيقه ولكن سمعت سؤال حضرتك. ممكن ان يحصل هذا السيناريو ولكن هو حتى هذا السيناريو فهذا يعني اننا وصلنا لقمه الانسداد وان الانسداد هو الحل. فلا يوجد الا ان نعود الى القواعد الدستوريه لمعالجه هذا الانسداد وهو من ضمنها هي موضوع حل البرلمان واعاده الانتخابات ولكن فنيا وضمن الظروف الموضوعيه وغير موضوعيه ايضا مش السياسه لكن برايك اكو مخاطر لهذا الحل؟ صعب جدا حقيقه. نعم حل البرلمان يعني انا شخصيا استبعده لانه القوى المتنافسه هي سوف لن ترغب بها. انا اعتقد انه الثنائيه الحاصله بالمشهد السياسي العراقي يعني حتى اضيف لما طرحت حضرتك من سؤال حول موضوع الحلقه يعني الاستقلال والتحزب انا اعتقد هذه الثنائيه القوى المستقله لماذا لم تستطع صناعه المبادره؟ انا اعتقد انه هي صراع بين جدليه التنسيق والتنظيم. القوى الحزبيه الكلاسيكيه قوى منظمه ولكن غاب عنها التنسيق والقوى المستقله هي قوة يعني يوجد تنسيق ولكن لا يوجد تنظيم. أنا أعتقد ممكن أن نقرأ هذه الإشكالية بهذه الطريقة ولذلك يعني حين يجمع التنسيق والتنظيم معا فسنشهد حل للمشكلة السياسية. أنا أعتقد هناك نزعة في المجتمع العراقي لمغادرة التحزب باعتباره يعني الحزبية هي الإشكال يعتقد الكثير من الجمهور العراقي ولذلك ضعفت او ضعف رصيد الكثير من المتحزبين مقابل صعود لكثير من المستقلين. الاستقلال كحل يعني ممكن ان يكون جزء من عناوين هذه المرحله البرلمانيه التي شهدها العراق. فهذه يعني صراعات موجوده يعني المشهد هناك رغبه بالتجديد هناك رغبه بطرح حتى القوى التحالف الثلاثي ايضا يحاولون يطرحون فكره جديده انه اغلبيه الفائزه مقابل المعارضه الاقل حظوظا بالفوز طيب. وهكذا يعني ولذلك يعني الانسداد هو ليس كله سيئا حقيقه ولكن هناك ايضا صراعات جديده تلوح بالافق يعني تنطلق من قواعد او تنبعث من قواعد تغييريه ان صح التعبير على المستوى يعني على مستوى قراءتنا الفكريه لها. فلذلك انا اعتقد صحيح كحل سياسي الانسداد سيء جدا ولكن كتفاعل سياسي ممكن ان يكون جزء من الحلول القادمه. سيد احمد نعم. اعود لك مره اخرى دكتور عدنان ما مدى احتماليات الذهاب نحو حكومه طوارئ في حال بقي الانسداد الحاصل في العراق واستمرت هذه الازمه؟ حكومة طوارئ غير موجودة لا يمكن الذهاب إلى حكومة طوارئ لأنه الواقع السياسي الآن يسير باتجاهين اتجاه أما حل المشكلة أو اتجاه البقاء بهذا الشكل. يعني أنا بعض القوى السياسية كالتيار الصدري يرى أن البقاء على هذا الشكل مجلس النواب يقول لك دي يشتغل رئيس الوزراء رئيس الجمهورية حصل الموافقة من الاتحاد طيب. من المحكمة الاتحادية يبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تصرف عمال يعني أكو أطراف مستفيدة مثلا من بقاء حكومة الكاظمي بتصريف العمال بالتأكيد وأقول لك بالذات والتيار الصدري بالذات بيستفيد من هذا الوضع يعني يستفيد أنه الآن الأمور يعتبر مجلس النواب بإيده واللجان سيطر على اللجان ودي يمشي الأمور وحتى دي أيضا يسحب بعض المناصب حتى أيضا دي يقف أمام المحكمة الاتحادية وقراراتها يعني حتى اليوم يتكلمون عن مسألة تمرير القانون الدعم المادي هذا الدعم القانون اللي عندي يصير يقول لك هذا احنا نصدره ونمشيه حتى لو قرار المحكمه الاتحاديه والان ينتقدون حملات شديده على المحكمه الاتحاديه بكل قياداتهم حمله شديده على المحكمه الاتحاديه وعلى رئيسها محمد رجب والقاضي محمد وهكذا. فلذلك هم يعني مستفيدين من هذا الوضع لكن القوى الاخرى لا ترضى بذلك، القوى الاخرى لا ترضى ان تبقى الامور بهذا الشكل وهي اجدر بالعمل السياسي من التيار الصدري، يعني اثبتت بمرور الزمن القوى الاخرى تستطيع ان توقف يعني زخم الثلاثي بهذه الطريقه، يعني هم اقليه حسب المفهوم طيب. البرلماني ولكنهم اصبحوا حقيقه يستطيعون من تعطيل كل يعني المشاريع التي لا يرضون بها، مثلا اي نوع من انواع الترشيحات، اليوم احنا نعول على امر واحد، الثلاثي اذا يعني خف زخمه والان لحد هذه الدقيقه
التيار الصدري لا زال يقول أنا مع حكومة الأغلبية الوطنية، لكن القوى السياسية تقولها بخجل، يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة يقولون الثلاثي بخجل، ليس بتلك القوة عندما يطرحونها الحديدي والكونكريتي وما أدري شو من هالسؤال فاي. لذلك أنا أتصور اليوم نحن أمام واقع حقيقي، الكرد إذا اتفقوا على مبادئ معينة لترشيح رئيس الجمهورية بين الحزبين الرئيسيين والقوة الرئيسية والقوة الثانوية، أعتقد سيخرجون بحصيلة في فك حالة من التشنجات الموجودة في بغداد إن اتفقوا. السيادة هي لابد أن تحافظ على تماسكها، الآن السيد حلبوسي يعاني من تضعضع الوضع الداخلي بعد خروج مشعان والمشاكل بين مشعان الجبوري وبين أحمد الجبوري، وهي المشاكل اللي حصير بين خروج ليث الدليمي وأمور أخرى، وتحرك مثنى السامرائي، وأيضا في نفس الوقت المفوضية العليا أعطت الحق لمثنى أن يكون هو رئيس عزم، وبالتالي سيستطيع أن يمثل حتى الأعضاء الذين ذهبوا إلى هذا الوضع. طبعا يحتاج إلى طبيعة من التماسك عند الحلبوسي اللي استمر طويلا، فأعتقد سيواجه هذه المشاكل إن قبل بالواقع الأمر عليه أن ينتظر الكرد ماذا يفعلون. هذا أقول كلام بكل صراحة. لذلك الصدر الآن احنا كنا نتوقع اليوم يكون هذا البيان حاسم، قد يكون هو قطع الطريق أمام الكرد للتحالفات، وقد يكاد يكون أيضا الذهاب إلى المعارضة بهذا الشكل اللي كانوا يتوقعون خطاب السيد الصدر اليوم. طيب سيد محمود، تتوقع ذهاب السيد الصدر إلى المعارضة؟ وهذا الموضوع أعلن سابقا، وفي حال حققت مبادرة الإطار الشيعي مبادرة الأخيرة، في حال حققت فعلا كتلة أكبر خلال مدة الشهر التي شبه يمكن الفتور السياسي، هذه الاحتمالات ستكون واردة بالأيام المقبلة؟ يعني صراحة مبادرة الإطار التنسيقي ليست مبادرة، وإنه منهاج الدولة للمرحلة المقبلة، يعني ويتوقف مدى المشاركة في الحكومة من عدم مشاركته، سواء كان من قبل الكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي أو تحالف عزم أو سيادة أو حتى الاتحاد والديمقراطية، على مدى استجابة الأطراف للورقة الوطنية التي نأمل أن نصل إليها، كما أسلف الرئيس برهم صالح قبل الانتخابات بأننا ماضون ويجب أن نمضي باتجاه العقد الوطني الجديد. هذا العقد الوطني يتوقف على أسس وطنية جديدة، لربما الوضع السياسي العراقي يختلف عن الدول الأخرى، يعني محاولة استنساخ التجارب النظم السياسية لدول أخرى داخل العراق سيصطدم مع الواقع السياسي الاجتماعي للدولة العراقية. أسلفت يعني لا أريد أدخل إلى تفاصيل ذلك، أسلفت بين الخارطة الاجتماعية، عندما نقول الخارطة الاجتماعية تعلم بأن البيئة الاجتماعية هي مدخل للنظام السياسي، والنظام السياسي هو مخرج للبيئة الاجتماعية أو الخارطة الاجتماعية، لذلك لا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. لكن نرى أصوات هنا وهناك بأنها تحاول أن تستنسخ، تحاول أن تجارب معينة لدول أخرى تختلف عن العراق. لذلك أنا أعتقد بأن مشاركة الكتلة الصدرية في الحكومة من عدمها ترك التحالف الثلاثي والذهاب إلى المعارضة خيار ربما أعلنها سماحة السيد الصدر بأنه سيذهب إلى ذلك، لكن نحن لا نريد ذلك. يعني صراحة نحن في اتحاد الوطن الكردستاني وحتى في ثلث الضامن لا نريد هذا الشيء. يعني حضور السيد الصدر والكتلة الصدرية في الحكومة مهم جدا، لديه تأثير فاعل في الشارع العراقي، لديه تأثير جماهيري سياسي، لذلك نأمل بأننا نكون جميعا في 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 جبهة واحدة لإخراج العراق من هذا المأزق. لربما يربط بعض الأخوة أو بعض السياسيين الفساد بالحكومة التوافقية، أنا أقول العكس، لربما هذه يعني محاولة لترويج حتى تسقط الدولة، محاولة لترويج حتى يكون هناك يعني خصومة داخل القوى السياسية. تعلم بأن المستفيد بالخصومة داخل القوى السياسية هي الأجندات المعادية للدولة العراقية. لذلك أنا أدعو جميع المشاهدين عبر هذا المنبر وجميع القوى السياسية بأن عكس كلمة التوافق هي الخصومة والخلاف. هل يجوز أن نذهب إلى حكومة خلافية؟ هل يجوز أن نذهب إلى نظام سياسي خلافي ذات خصومة؟ لذلك لا يجوز. لذلك قضية الفساد وربطها بالحكومة التوافقية غير صحيحة. أسباب الفساد أتمنى من قناة الأيام أن توفر في المراحل المقبلة فرصة أن نحضر ويعني نعدد أسباب الفساد وما هي أسباب الفساد موضوعيا عبر هذا المنبر إن شاء الله بفرصة قريبة. أعود لك سيد أحمد، ماذا عن الأطراف التي تحالفت مع السيد الصدر بتحالف إنقاذ وطن بعد أن باتت الكرة الآن في ملعب المستقلين الجدد؟ برأيك ستنقسم هذه الأطراف بعد عدم التمكن من الوصول إلى الكتلة الأكبر وتشكيل حكومة؟ لا، هذا كلام غير دقيق. الأخوة بالتحالف الثلاثي هم الكتلة الأكبر. من هي الكتلة الأكبر أدل؟ يعني لم تعلن كتلة أكبر منهم، فهمت؟ حتى الإطار هو سعى بجمع
المختلفين مع اطراف التحالف الثلاثه لتشكيل ثلث معطل، اي بمعنى انه اعترض انه ليس كتله اكبر، فهمت شلون؟ فالكتله الاكبر متشكله، وانا جد يعني قناعتي قد تختلف عن قناعه الدكتور عدنان بهذا الموضوع، لا اعتقد انه هم اكثر وضوحا. لكن بالرغم من الكتله وتعدد اطرافها ومدى يعني كبر حجمها، لكنها لم تتمكن من تشكيل حكومه ولا اي اطراف أو سياسيه اخرى. في حال استمرت هذه الأزمة وهناك دور للمستقلين أصبح كبير ربما بهذه المرحلة، ممكن أن تتفكك هذه الأطراف، وهناك بعض المشاكل ظهرت مثلا كما ذكر سيد عدنان ما بين تحالف الحلبوسي وأيضا الأكراد موقفهم متذبذب. لا هو شوف، هو موضوع حالة استعداد عام موجودة في المشهد السياسي العراقي. نعم. وهذا الموضوع لا يتحمله التحالف الثلاثي، تتحمله كل القوى السياسية، يعني كل القوى يعني تضاد اتجاهاتها هي تساهم بعملية الانسداد بما فيها قوى التحالف الثلاثي، يعني الكل يشترك، لا ننسى أحد، الكل يشترك في عملية الانسداد. ولكن أنت سألتني موضوع الكتلة الأكبر، من الأكثر حضورا ووثوقا بطرحي، انا اشوف التحالف الثلاثي اكثر تنظيم، يعني اكثر تنظيم، وحتى الصدر يعني هو اللي طرح موضوع المعارضه، ولكن موضوع المعارضه انا اعتقد انه يحرج الاطار اكثر، يعني بمعنى حتى يقول لهم انكم لن تستطيعوا ان تجروا تحالف مع القوى الكرديه، بمعنى انه قوى الاطار لو استطاعت ان تجري اتفاقات مع او ان تقنع القوى الكرديه او القوى الفائزه، يعني مش القوى الاقل فوزا يعني او اقل مقاعد، كان ممكن يشكلوا الكتله الاكبر وكان هم التحالف الثلاثي، فهمت؟ فهذا لم يستطع ان يقوم به الاطار. اذا من هو اللي كفته ارجح؟ انا اعتقد التحالف الثلاثي هم الارجح، حتى دعوه المستقلين لكي يعني يحسم نزاع القوم حتى يقفوا في المنتصف ويعلن السيد الصدر ومجموعته انهم مش مستقلين، يعني هاي الفكره كانت. ولكن هذا لا يعني انه هو تعرف متصدع كما يقول الدكتور عدنان، ما هي مصادق التصدع، الخلافات التي ذكرها هي حصلت عند المستقلين وعند بعض قوى الاطار وهي تحصل طبيعيه، ولكن الاعلان طيب. الرسمي هل اعلن التحالف الثلاثي انه غادر فكره التحالف؟ هذا لم يحصل، بل على العكس كل الضغوطات التي حصلت بما فيها ضغوطات امنيه يعني وتهديدات وقصف وغيره، ولكن هم الصدر مصر على عدم التحالف مع قوى الاطار. واضح سيد احمد، شكرا جزيلا لكم. القوى السنيه والكرديه على نفس موقف، لم يتغير شيء، لم يتغير. نعم. وصلت الفكره، شكرا لك الباحث بالشان العراقي الاستاذ احمد الياسري، كنت ضيفا كريما مباشره عبر سكايب من استراليا، شكرا لك سيد احمد، وشكرا جزيلا لكم عضو الاتحاد الوطني الديمقراطي الوطني الكردستاني السيد محمود خوشناو، كنت ضيفا كريما عبر صوت والصوره من بغداد، شكرا لكم سيد محمود. دكتور عدنان ارجو ان تبقى معنا، ومشاهدينا الكرام نذهب سويه الى ملفنا الاخر من الحصاد وأبرز ما فيه. إحباط أكبر عملية تهريب، إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة قادمة منفذ جرشان المسيطر عليه من القوات الأمريكية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إسقاط طائرة شراعية محلية الصنع محملة بمليون حبة مخدرة بمنطقة جريشان في محافظة البصرة. الوكالة في بيان أكدت أنه استمرارا لملاحقة وضرب تجار ومهربي المخدرات، ومن خلال ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية تجوب سماء محافظة البصرة منطقة جريشان،
تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس حدود وتمشيط المنطقة وإطلاق النار عليها، مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار، ولا يزال البحث جاري عنه. إذن مشاهدينا، في ملفنا الثاني من الحصاد نناقش هذا الموضوع بعد أن نتابع سوية تقرير الزميلة نهى الشمري. على الحدود العراقية تفشل المخططات الكبيرة لعملية ضخمة في تهريب المخدرات، حيث تم إسقاط طائرة شراعية على يد فريق مشترك من مفارز الاستخبارات لحرس الحدود تحمل مليون حبة من المواد المخدرة بالقرب من محافظة البصرة في منطقة جريشان متجهة نحو الأراضي العراقية، بالوقت الذي يصرح ذوو الاختصاص أن منفذ جريشان يقع بين العراق والكويت، إذ يخضع لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمعلومات تشير إلى أن واشنطن تستغل هذا المنفذ لتمرير دعمها اللوجستي إلى قواتها وصولاً لقواعدها وتسيير عجلاتها براً على الطريق المحاذي للسعودية. بينما اختلفت الأخبار المتناقلة بين الوكالات ووسائل الإعلام التي تناولت الحادثة اليوم باتهام جهات لتمريرها الطائرة عبر منافذها وتبرير أخرى وفق الخط الممنهج الذي يعمل تحت أجندات يراد بها إثارة الخلافات، وما فسح المجال أمام تزايد الاتهامات أن قائد الطائرة لاذ بالفرار، وما زالت المعلومات المتداولة ينقصها التأكد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو رئيس المركز العراقي للتنمية العالمية دكتور عدنان السراج. أهلا بكم دكتور مرة أخرى، وأيضا الترحيب بالطيار العراقي الكابتن حسين الشيخاني ينضم لنا مباشرة بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم كابتن، وبعد قليل ينضم لنا الزميل كاظم الحاوي مباشرة من البصرة. ونبدأ معكم سيد عدنان، اليوم بعد هذه الأنباء التي طلعت عليها بإسقاط أو إجبار طائرة التي ظهرت في الصورة على الهبوط في محافظة البصرة وتمكن قائد هذه الطائرة من التوجه إلى دولة مجاورة وبالتأكيد هي الكويت باعتبار جريشان هي تقع على الحدود الكويتية، مليون حبة مخدرة، هذا الأمر يعني تكرر بالآونة الأخيرة خصوصا محافظة البصرة بها الكثير من هذه العمليات، عمليات تهريب وأحيانا عمليات إلقاء قبض على هذه المجامع الإجرامية. تطور يمكن بهذه المسألة باعتبار دولة خليجية داخلة على الخط وإرسال هذه الكميات الكبيرة من المخدرات إلى العراق؟ يعني بشكل عام نتكلم عن الجانب اللي يتعلق بالمخدرات، وكو جانب سياسي أيضا في هذا الموضوع. الجانب اللي يتعلق بالمخدرات هذه الظاهرة بدأت تنمو في العراق وتنتشر بشكل واسع، وبعد أن كان العراق معبرا أصبح يتعاطى، بل أصبح هو الذي يعني يمكن حتى بعض قبل حوالي 3 أيام كان عنده مؤتمر مشترك مع دائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، يشار إلى أنه في العراق حتى أكو زراعة للمخدرات، وبالتالي أصبح العراق يعني يتعاطى وأيضا أصبح معبر إلى دول أخرى خليجية من أجل أن يمشي هاي الأمور. لا. الأعداد كبيرة ومتعاظمة يوم بعد يوم، يعني بدأت الأمور تأخذ أبعاد بالملايين، مليون حبة، 25 مليون حبة، أطنان، أمور أخرى، هذه كلها بدأت تتفاعل شيء بعد شيء. لا. فذلك هذا المعنى الذي يجب أن نتكلم عنه، إنه هاي الظاهرة يجب أن تعالج على مستوى الدولة، على مستوى معالجتها وتعاطي الشباب لهذا الموضوع. اليوم الشباب يتعاطون هذه المسألة، وبالتالي كثرة الشباب وكثرة تعاطيهم سيسبب لنا مشاكل اجتماعية. أنا ما بدي أتوسع زيادة، لا نتوسع بها، نتوسع بها، لكن خلينا نطلع مع بس فقط الجانب السياسي، خلينا نحكي على هذه المسألة بالذات. مع الأسف الشديد بعض وسائل الإعلام بشكل يعني غير مسبوق وبشكل سريع أعلن على أن هذه الطائرة جاءت من إيران وبأنها أن الطيار إيراني وأنه هرب إلى إيران، وأيضا منطقة جريشان نعم على الحدود الكويتية، يعني لولا بيان الاستخبارات دائرة الاستخبارات والمعلومات لكان هؤلاء قد يعني فعلا انتشرت في بعض وكالات الأنباء، لكن هذا البيان وضع حد إلى
هكذا مهاترات سياسية تدخل في صلب موضوع. حس إذا جت من الآن جت من الكويت احنا علينا نعالج كظاهرة. المهم هي جاية للعراق وعندنا بالتأكيد أهداف بهكذا كميات فعلاً كبيرة. فعلاً نتأكد من هذا الموضوع. يمكن كابتن حسين أهلا بك، وأنت يمكن أكثر واحد مطلع وعندك خبرة في هذا الموضوع. طبيعة الطائرة، هل هي محلية الصنع؟ هل هي تعود يمكن العراق أم لدولة خليجية أم أي منطقة يمكن استعمال هذه الطائرة أو هذا النوع ومحركاتها أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بشار وإلى ضيفك الكريم الدكتور عدنان، والتحية موصولة إلى الجمهور المتابع الكريم، حياك الله. هذه الطائرة هي طائرة شراعية من نوع باراترايك. الباراترايك بعدة موديلات، هذا الموديل بالذات هو منتشر في الدول الخليجية. في الجمهورية الإيرانية ولدينا في العراق الترايك يكون مو بهذا الشكل، يكون في شكل آخر، هذا اللي هو اليوم تم إلقاء القبض عليه أو مصادرته من قبل الاستخبارات. هذا تكون رايزراته أفقية، اللي عندنا يكون كربين اللي هو مكان تعلق المظلة. المظلة اللي الترايك اللي موجود في الجمهورية تكون مظلة تشبه إلى حد ما مظلات البارا جلايدر والباراماتور فوت لانج، أما هذا النوع يكون المظلات مالته مستطيلة. طبعا احنا من خلال الصور اللي وصلتنا وإلا لازلنا احنا لم نكشف ميدانيا على المعدات اللي تم وضع اليد عليها. بنفس الوقت احنا كأصحاب اختصاص في الاتحاد الجوي العراقي المركزي نعلن عن ان نقدم الاستشارة في هذا المجال وبشكل مجاني وطوعي، وسنضع نسلط الضوء على بعض الأمور الهامة في الطيران الشراعي. الطيران الشراعي هو من الطيران الخفيف ويكون نوعا ما ضعيف هذا الطيران، يعني لا تكون اليوم الفوبيا والخوف الذي دب في نفوس جمهورنا الكريم من هذا النوع من الطيران. هذا النوع من الطيران فيه محددات كثيرة. أولا وقت الطيران يكون هو من الشروق إلى ما بعد ساعة ونصف في أوقات الصيف، وفي الشتاء يكون إلى ساعتين ونصف. اليوم كانت الرياح فعلا يعني مع شروق الشمس في تلك المنطقة الحدودية مع الكويت كانت الرياح معتدلة، سرعتها تتراوح من 11 إلى 12 كيلو مع وجود هبات رياح قد تصل إلى 17، وبالتالي هذا يكون سرعة الهواء نموذجية لهذا الطيران. اتجاه الطيران اتجاه الريح كان هو يأتي من جهة حفر الباطن، وبالتالي يكون هو عرضي مع مسير الطيران إذا كان هو منتقل ما بين دولة الكويت وباتجاه الأراضي العراقية. يعني وبالتالي هذه الطائرة اسمح لي أضوء على هذا الموضوع مهم جدا. مسألة سرعة هذا الطيران، إذا كانت الرياح في ظهر الطيران راح تكون سرعتها أكثر، والعكس أيضا يكون إذا كان مواجهة سرعة الرياح يعني تكون مواجهة لمسير الطيران راح يكون أبطأ. اليوم اتجاه الرياح كان هو موازي لخط الحدود ما بين يعني عند هذه الساعة اللي هي ملائمة للطيران الشراعي مع يعني في وقت الشروق تكون موازية مع خط الحدود ما بين الكويت والأراضي العراقية، وبالتالي تكون سرعة الطيران في الاتجاهين من الأراضي الكويتية إلى الأراضي العراقية بالاتجاهين تكون متساوية، يعني ماكو. فهذا يفند مسألة يعني عدم إمكانية هروب الطيار مثلا في معداته، لأنه التقرير يعني موجود بأنه هروب الطيار بعد أن تم إسقاط. نعم التقرير والخبر أنه هرب إلى الدولة المجاورة عبر الحدود، ظهر يعني هو كان قريب على الحدود. لكن خلينا نطلع أيضا على تفاصيل هذه العملية. ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من البصرة الزميل كاظم الحاوي. أهلا بك كاظم، ونود أن تحدثنا باختصار عن تفاصيل عملية إلقاء القبض على هذه الطائرة المحملة بالحبوب المخدرة، ووجهة الطيارة اللي كان يستقلها هذه الطائرة الشراعية فعلا توجه إلى الكويت أم إلى جهة أخرى؟ نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لقناة الأيام ولضيوفك الكرام ولكم عزيزي. حياكم. اليوم فجرا كانت هناك طائرة تحوم حول أو بالقرب من الحدود العراقية الكويتية. أن الأخبار والإعاز جاء من الحدود الكويتية من القوات الكويتية إلى القوات العراقية بوجود طائرة تحوم في الحدود. تم التنسيق مع حرس حدود المنطقة الرابعة اللواء 14 وكذلك وكالة استخبارات والتحقيقات الاتحادية. بالتالي أصبح الأمر بإطلاق النار على الطائرة ولم تسقط الإطلاقات هذه الطائرة بل أجبر طيارها على الهبوط بقرب الحدود ولاذ بالفرار. للعلم أنه منطقة جريشان هي منطقة لا تسيطر عليها الحكومة العراقية، هي منطقة تسيطر عليها القوات الأمريكية. والطائرة الآن هي كانت ما بين منطقة جريشان وما بين منطقة خضر الماي، وهذا المثلث هو المثلث العراقي الكويتي السعودي، وبالتالي هو خط تهريب قديم وليس حديث، وقوات الأمنية العراقية تحبط الكثير من عمليات التهريب. وكانت هناك أكثر من مليون حبة، والمهربين يستغلون هذا الوقت بالتحديد للتهريب باعتبار أنه الطائرة حسب ما وصف الأستاذ هبوب الرياح الطائرة لم تكن قادمة من الكويت، كانت تحوم في هذه المنطقة، الطائرة قادمة ربما من الحدود السعودية، ولكن أين لاذ الطيار الفرار؟ لاذ إلى منطقة جريشان، هذه المنطقة تسيطر عليها القوات الأمريكية غير خاضعة للحكومة العراقية. وبالتالي هذه المواد اللي هي الجفتاغون هي من المواد المخدرة التي تأتي عبر الحدود مع الأنبار من الأردن من تركيا، وهو من إنتاج الدواعش. هذا المنتج منتج جديد، ربما يكون إسرائيلي ربما يكون صهيوني. هذا هدف تدمير الشباب في لبنان في اليمن في العراق في إيران. والجريشان منطقة حدودية كويتية سعودية الآن تسيطر عليها. جريشان تنقسم خطين، خطين، الخط الأول يذهب طريق إلى عين الأسد، قاعدة عين الأسد، وثم إلى سوريا. هذا الخط الذي أصبح الذي تعرض إلى ضجة إعلامية كبيرة جدا من قبل الأمريكان عندما حربوا معدات عسكرية وحملوا معدات عسكرية ب 45 شاحنة إلى سوريا قبل سنة تقريبا أو أكثر، وأصبح ضجة الطريق. طيب. الطريق المؤدي، الطريق المؤدي الى البطحاء هو طريقه. وصلت فكرتك كاظم، شكرا جزيلا لك. زميل كاظم الحاوي كان معنا مباشره عبر الهاتف من البصره، شكرا لك كاظم. وعود لك دكتور عدنان، يبدو أن القضية بهكذا كميات كبيرة من المواد المخدرة والحبوب وغيرها تبدو سياسية اجتماعية أكثر ما هي قضية تجارية. واليوم السيد هادي العامري أيضا علق على هذا الموضوع بأن المخدرات هي مؤامرة تستهدف الفقراء، هي أخطر من داعش. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ فعلا هي قضية تجارية أم هي قضية سياسية اجتماعية؟ نعم، أنا أؤكد أنه هذه قضية سياسية اجتماعية واضحة. يعني اليوم المجتمع العراقي مستهدف، وتقرير مراسلكم يشير بوضوح لأن المنطقة تحت الرعاية الأمريكية، وبأن هذا الطيار قد هرب إلى تلك المنطقة. أي بمعنى هناك اطمئنان بأن المنطقة اللي هي تحت القوات الأمريكية يمكن أن توفر له الحماية الكافية. إضافة لذلك أن المسألة تتعلق بحجم هذه الكمية، وأيضا في نفس الوقت إمكانية انتقالها إلى الشباب العراقي بأسعار رخيصة أو بأسعار يعني لا يمكن أن تذكر، لأنه يقول هي هاي الكريستال الموجود نوع جديد ويعني غريب على الواقع العراقي. فإذا العراق مستهدف واستهدافه واضح، لأنه في الآونة الأخيرة تم عمليات ضبط العديد من الأوكار التي يعني توزع مثل هذه الأمور، لكنها بأوساط مدعومة من قوى محلية، مدعومة من قوى محلية. هذه القوى المحلية أيضا توفر لها إمكانيات الهويات والباجات وأيضا التنقل في السيارات الحكومية وغيرها، أيضا هذا موجود. هذا يعني بأن هناك نوع من تسريب هذه الحبوب إلى
شبابنا من أجل أن يكون بمستوى. طيب هذا الموضوع يعني في الكويت منتشرة قضية المخدرات، يعني تصريح من الداخلية الكويتية أنه 65% من الجرائم في الكويت هي بسبب المواد المخدرة، هذا يثبت أن المخدرات منتشرة في الكويت. طبعا بالتأكيد دول الخليج انتشر فيها أكثر قبل العراق، يعني كان انتشار هناك واضح، لكن لو تقيس الحجم يعني الشباب الذي يمكن أن يرتكب جرائم وهو في حالة يعني أخذ هذه المخدرات، يعني مدير المخابرات العام قبل 3 أيام يقول 93% من الموقوفين الذين تم إلقاء القبض عليهم في العراق نتيجة ارتكابهم جرائم جنائية أو مخلة بالشرف أو إرهابية هم يتعاطون المخدرات، أي بمعنى أكثر من النسبة التي موجودة في الكويت. اليوم عندك 93% من الذين ارتكبوا الجرائم نسبة عالية، أي بمعنى 7% لا يتعاطون هذه المخدرات بالنسبة للمجرمين الذي تم إلقاء القبض عليهم. أيضا ينضمنا مباشرة عبر الهاتف الباحث والأكاديمي الدكتور مصطفى الناجي. أهلا بكم دكتور، ضيفا كريما عبر الهاتف. وأود أن أسألك يعني عن حادثة اليوم وإلقاء القبض على هذه الطائرة الشراعية القادمة من دولة خليجية كما وردت معلومات من مصادر وتحديدا في منفذ جريشان مع الكويت. كان عندك تعليق على هذا الموضوع أو منشور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أنت علقت على هذا المنشور وهذا الخبر بأن الكويت هي الجهة الوحيدة التي تعمل بخبث لتدمير العراق. يعني هذا التعليق شديد اللهجة يمكن دكتور مصطفى، بينما هناك يعني مواد مخدرة تصل من أكثر من جهة أكثر من دولة، لماذا تحديدا يعني الكويت اتهمتها بأنها جهة تعمل لتدمير العراق؟ نعم، السلام عليكم وعلى مشاهدينا الكرام وعلى ضيفكم الدكتور عمان سراج ورحمة الله وبركاته. أولا الموضوع يتعلق ليس بالكويت وإنما يعني بالأردن والكويت، يعني على وجه التحديد دولتين تتعامل بخبث وعقد أعتقد تاريخية وغيرها، لأنه لا تريد لهذا الوطن لهذا الشعب أن يصحو من غفلته ويحدد عدوه الحقيقي. ليست المرة الأولى مثل ما أشرت في مقالي نزلتهم اليوم لتورط الكويت في هذا الموضوع، لأنه يعني خلال عام 2022 هذه المرة الأولى أنه القوات الأمنية البطلة تحبط وتضبط كميات كبيرة من حبوب المخدرة والمواد سواء كريستال أو الكتاجون أو مواد المخدرة بشكل عام. يعني على سبيل المثال في يوم 17 حزيران عام 2020 القوات العراقية تضبط أكثر من 20 كيلوغرام من حبوب الكريستال وأكثر من نصف كيلو من المواد الحشيشة في منطقة خضر الماي بالبصرة الحدودية مع الكويت. وبتاريخ 5/3/22 هذا العام القوات الأمنية تضبط 1 كيلوغرام من المواد المخدرة في البصرة القادمة أيضا من الكويت في منطقة قريبة من جريشان، اللي اليوم أيضا تمكنت القوات الأمنية من السيطرة أو ضبط تهريب أكثر من 1,000,000 حبة مخدرة إلى العراق بطائرة شراعية. هذا ما يتعلق بالكويت. الأردن نفس الحالة، والحشد الشعبي والقوات الأمنية استخبارات الحشد والقوات الأمنية استطاعت أن تضبط أكثر من 4,000,000 حبة مخدرة من شهر الثالث آذار هذا العام، وإحنا اليوم يوم 3/6/2022، يعني فقط في 3 أشهر أكثر من 4,000,000 حبة. إذا جمعنا العدد تطلع أكثر من 10,000,000 حبة مخدرة أتت فقط من الأردن والكويت. هذا ما يعكس خبث هذه الدول وخبث مخابراتها ويعني محاولاتها المستمرة والمتكررة والمقصودة يعني تدمير الشباب العراقي. طيب دكتور مصطفى، وكالة الاستخبارات أكدت أن اتجاه الطائرة كان من منفذ جريشان الحدودي بين العراق والكويت، لكن تعتقد أن هناك ربما خط تهريب ليس تجاري، ربما لأغراض تخريب مجتمعي في العراق وفقا لهذه العملية اللي بها 1,000,000 حبة وهذا عدد كبير من المواد المخدرة؟ طبعا هو الموضوع هنا فقط يعني مو فقط يعني لا ينحصر فقط في المواد المخدرة، هناك يعني تجارة أو تهريب سلاح، تهريب بشر، قضية يعني كبيرة جدا. جهود القوات الأمنية مشكورة عليها، تم تضحيات تقوم بعملها على أحسن وجه، لكن المؤامرة والمخطط كبير جدا مشتركة بي ومتورطة بجهات داخلية وخارجية.
الشكر جزيلا لك سيد مصطفى الباحث والأكاديمي الدكتور مصطفى الناجي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا لك دكتور. وأعود لك أيضا كابتن حسين، يعني برأيك ليش ما تمكنت القوات اللي أجبرت الطائرة الشراعية على الهبوط، ليش ما تمكنت من القبض على قائد هذه الطائرة؟ وأعتقد هي يمكن سرعتها بسيطة وارتفاعها ليس بالمرتفع جدا. طبعا هو أصل هذا السؤال يتوجه للقوات الأمنية نفسها، يعني هي اللي معنية بهذه الإجابة، ولكن ما أريد أن أوضح في مسألة هذه الطائرة، هذه الطائرة هي من الموديلات الأمريكية اللي هو الباراترايك، اللي يكون بهذا الشكل، يكون البايلوت الطيار هو للأمام والباسنجر يكون للخلف، يعني مقعد الشخص المرافق. المسألة معكوسة في الموديلات اللي تستخدم يعني في تركيا وإيران وكذلك في العراق. المحرك لهذه الطائرة هو بعد أن وصلتنا صورة أحدث، المحرك تبين أنه هو روتاكس 912 اللي هو هذا 100 حصان، يستخدم في طائرات المايكرو لايت اللي هي يكون الجنح مالها دلتا مثلث، أيضا منتشر إلى حد ما في دول الخليج. هذا الأمر يتطلب أول شيء تواصل يعني مع الاتحادات الجوية والنوادي الجوية اللي موجودة في البلدان المجاورة. تعرف حضرتك أنه الطيران الشراعي في الوقت الحاضر هو رائج في كل البلدان المجاورة على نسب متفاوتة. عندنا في العراق الآن يعني هو موجود ترايك تندم، يعني تندم يحمل نفرين، ترايك واحد اللي هو موجود يعني عندي أنا أمارس بهذا النشاط، وموثق لدى السلطات الأمنية وأي طيران. هذا حتى نبعث رسالة اطمئنان إلى جمهورنا الكريم. أي طيران شراعي عندنا بالعراق ومبلغة القوات الماسكة للأرض، أي طيران شراعي لا يكون إلا برسالة تصدر من قيادة عمليات المشتركة، وتكون موجهة إلى عدة جهات ومنها حتى التحالف الدولي. تحديدا يمكن الجهات الأمنية الكويتية، باعتبار هذه الطائرة يبدو أنها معروفة وهي خاصة باتحادات وغيرها، ممكن التواصل مع قوات أمنية في الكويت من أجل معرفة عائدية هذه الطائرة؟ والكويت أيضا تعاني من قضية انتشار المخدرات بمجتمعها وعدها حملات كبيرة لمكافحتها. طبعا الرياح مثل ما أسلفت أنه كانت الرياح غربية، يعني هي لا كابتن حسين عفوا بس عائدية الطائرة، هذا موضوع جدا مهم. أفهم قصدك. نعم. فكان اليوم الطيران يعني عند شروق الشمس إلى ما بعد ساعة ونصف، وهو هذا الوقت المخصص للطيران الشراعي. بعد هذا الوقت ما يكون طيران شراعي، لأن سخونة الجو والأرض راح تبعث تيربلانس هوائي يعرقل الطيران الشراعي اللي هو من هذا النوع. فالرياح كانت نموذجية لرحلات جوية تأتي من الأراضي السعودية محاذية مع خط الحدود الكويتي العراقي. يعني أنا صحيح هي مسكت عند الأراضي الكويتية العراقية، إلا أن المؤشرات الفنية لسرعة الرياح واتجاه الرياح تشير على أن تساعد هذه على رحلة من الأراضي السعودية باتجاه الأراضي العراقية، وتكون خط مسيرها محاذي مع خط الحدود الكويتية العراقية. هذا يتطلب جهد يعني تواصل وتعاون حقيقي ما بين الجهات الأمنية، وإضافة إلى الرادياترات. إذا كان فعلا الجهد الجوي الأمريكي متعاون في هذا المجال، فيستطيع رصد هكذا نوع من الطائرات، هذه المظلة اللي هي تحمل ألوان الطيف الشمسي كلها، ممكن رصدها من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال طائرات الاستطلاع الأمريكية إذا كانت جادة بالتعاون بإعطاء معلومات. طيب على ذكر القوات الأمريكية، وأعود لك بسؤال ويرد جواب مختصر دكتور. القوات الأمريكية مسيطرة على هذه المنطقة جريشان، وبها منفذ رئيسي للقوات الأمريكية بالدخول والخروج للعراق والقوافل الأمريكية. الأمريكان هم يتحكمون بهذه المنطقة، لكن يعني قضية السيادة وين صارت بهذه المنطقة؟ قرار البرلمان بإخراج قوات أمريكية سابقا والحديث عن السيادة وهذه منطقة حساسة وحيوية.
الأمريكان دوما يخادعون المجتمع ويخادعون الشعب العراقي على أنهم غير موجودين. يعني تعرف كما تعلم في البداية كانوا يقولون إحنا مستشارين، بعدين اتضحهم قوات قتالية، بعدين اتضح أنهم سيسحبون القوات القتالية. من حوالي 20,000 مقاتل أصبح العدد يقولون على 5. هم الآن في السفارة الأمريكية يستعملون المضادات الجوية والباتريوت وبشكل واضح ويرعبون الناس وكأنما هذه ليس خرق للسيادة. الطائرات بعلم السلطات العراقية، الطائرات الأمريكية تجوب السماء العراقية 24 ساعة، وتجوب السماء العراق إلى سماء بغداد 4 طائرات 24 ساعة. وبالتالي أي سيادة يتكلمون هؤلاء؟ الجريشان منطقة معروفة، هؤلاء سيطروا على هذا الشارع وصولا إلى عين الأسد حتى يضمنون وصول القطاعات العسكرية الأمريكية من الكويت في قاعدة في الكويت إلى عين الأسد ثم إلى الحدود السورية، وكان يستقتلون من أجل عدم متواجد دكتور. لكن في هذه الحالة يتم استغلال هذه المنطقة كتهريب وغيرها باعتبارها ليست عليها سيطرة جوية عراقية. سيد العزيز، الأمريكان يعني إذا أريد تتكلم فقط عن المخدرات ما تتكلم على عشرات الآلاف من القطع الآثار اللي هربوها الجنود الأمريكان. يعني قبل كم يوم يلا استخدموا يلا أرجعوا العراق 10,000 من جنود أمريكان سرقوا آثار عراقية. طبعا هؤلاء لا يهمهم شيء، يكذبون على الشعب العراقي من أجل تمرير مصالحهم. اليوم عندما يجدون الشعب العراقي شعب يريد أن ينهض بإرادته، بالتأكيد هذا الأسلوب الحرب الناعمة. تعرف الحرب الناعمة تأخذ أبعادها المجتمعية بشكل قوي، يعني يحاولون إحداث رجة في داخل المجتمع والسيطرة عليه. تتجلى خطورتها يمكن بالمواد المخدرة وتدمير المجتمع، لكن إرهاب جديد هذا. قبل الختام دكتور، دعنا نطلع مع الكابتن ومشاهدين الكرام على الاستبيان ونتاج اللي أجرت قناة الأيام، وهل تعتقد أن أمريكا تسيطر على منفذ أجريشان ما بين العراق والكويت وهي تساهم مع جهة خارجية بتوريد المخدرات والمواد المخدرة والحبوب إلى العراق؟ كانت الإجابات 70% نعم، و 22% كلا، و 8% متحفظ. الشكر الجزيل لكم رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج، كنت ضيفا كريما علينا. والشكر كذلك للطيار العراقي الكابتن حسين الشيحاني، كنت ضيفا كريما علينا. شكرا لك يا كابتن، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.